الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الاستماع لسادة مدراء المعاهد والطلاب عن القضايا الطلابية والمستلزمات اللي ممكن يكونوا بحاجة إلها في بداية العام الدراسي من أجل تطوير عملية التعليم واستمراره. هذا الاجتماع بيناقش الخطة الدرسية والمناهج والمقرات وما يجب أن يقوم به مدير المعهد خلال العام الدراسي. طبعا هناك حيقدم كل مدير معهد ورقة عمل مع مقترحات تطوير هذا الجانب وخاصة الجانب العملي في المعاهد وكيفية التشبيك ما بين الاتحاد الطلبي السوري والهيئات الإدارية على الأرض مع إدارات المعاهد. طبعا حنناقش هلأ مجمل هذه المواضيع وذلك بهدف تقويم عمل المعاهد والخروج من الأمور الإجرائية وخلق قيمة مضافة إلى هذه المعهد لتطوير زملاء الطلاب من خلال المناهج والحديث اللي حيصير طبعا هلا. في كثير من القضايا الطلابية بحاجة إلى مناقشة، في كثير من القضايا التربوية، القضايا الإدارية اللي موجودة بتتعلق بين المعهد ومديرية التربية أو مديريات المتعلقة بها بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وطبعا تحت مظلة حزب البعث العربي الاشتراكي. حيكون في هاللقاء هذا نطرح كل هالأمور وكل الجوانب الإدارية أو الطلابية أو التربوية لمناقشتها ومعالجتها قبل بدء العملية التدريسية.